كابتن وائل جمعه، كم بطوله دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي؟ انا الحمد لله حصلت على 6 بطولات دوري ابطال افريقيا. البطوله الاغلى فيهم؟ والله يا اسامه في 2006 و2008 طبعا الاثنين كل واحده ليها غلاوه كبيره جدا، انما كل لحظه احنا بنفرح فيها جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر يا اسامه في البطوله هي لحظه غاليه وعزيزه علينا كلنا. نتمنى النادي الاهلي ده يفضل يفرح الجمهور ان شاء الله الاهلاوي، ونادي الزمالك يفوز ببطوله الكونفدراليه، والاهلي يفوز ببطوله دوري الابطال، ونلعب سوبر ان شاء الله افريقي يعني برضو ينقل الكره المصريه في حته ثانيه، ويخليك دايما انت عندك الرياده وعندك الافضليه، ويساعد المنتخب يعني فدي نقطه ان شاء الله تساعد لاعبتنا باذن الله، خاصة مع المفروض ان سهولة الوصول لكأس العالم المرة دي ان شاء الله الامور تبقى احسن. نشكرك شكرا جزيلا نجم الاهلي السابق، شكرا نجم منتخب مصر الكابتن وائل جمعه، كانت مداخلة مهمة عن مباراة الاهلي امام الترجي.